القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزاء. أنا تجربة شخصية دخلت على السيد الإمام السيستاني، وهي أول مرة أقولها على المنبر، وحتى أول مرة أقولها لشخص، والله على ما أقول شهيد. في شهر رمضان تشرفنا بالزيارة، فدخلت أسلم على جناب السيد هم الولد الله يجزيهم الخير، موبايلي وياي وضع كذا. المهم صرت أقبل السيد، السيد باسني في فمي، قال اللهم اجعل هذا الفم ناطقا بمحمد وآل محمد. السيد حي يرزق.